انتوا سمعتوا الايام دي ان هم عملوا فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بيستهزأ بالنبي؟ سمعتم؟ سمعتوا الكلام ده؟ طب انتوا فرحتوا ولا زعلتم؟ زعلنا. زعلت ليه يا جنة؟ عشان بيشتموا على ربنا. بيشتموا على النبي؟ وحد يشتم النبي؟ لا ابدا، ده النبي ده جوه قلوبنا فوق راسنا حبيبنا، بنحبه أكتر من أبويا وأمي ونفسي، حتى أنا بحبه أكتر من نفسي. اللي بيستهزأ بالنبي ربنا هيعمل فيه حاجة في الدنيا ولا هيسيبه؟ لا هيعمل فيه. هيعمل فيه إيه؟ يموته. يعذبه. زي ما كان بيعذب النبي، هو زي ما كان بيأذي النبي يأذيه، بيعذب النبي يعذبه أشد، وربما يبعت له حاجة تحرقه، حاجة تخنقه، لأنه يفتح بير ويحط في نار، لأنه ما بيسمعش كلام النبي وربنا. طب ما تيجي نسمع حكاية كده نشوف إيه اللي حصل. امرأة هولاكو دي كانت نصرانية وكانت بتكره الإسلام وبتكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل ما تجتمع مع الناس تقعد تشتم لهم في الإسلام وفي النبي وتشتم في الدين الإسلامي وتشتم في المسلمين عشان تخلي الناس يكرهوا مين؟ محمد، يكرهوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حصل في مرة في يوم من الأيام يا عبد الرحمن، في يوم من الأيام وهي جمعة الناس، واحد نصراني قعد يشتم في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول محمد ده كذاب ساحر، ما هواش رسول من عند النبي، ده بيقول كلام مش صحيح، ده بيكذب على ربنا. كان في كلب صيد اللي بيصطاد، ده عارفين الكلاب اللي بتصطاد، كان مربوط عندهم. سمع الراجل النصراني ده بيشتم مين؟ النبي. الكلب يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل طبعا. زعل وراح ناطط عليه، كان هيموته، راح خبشه بايديه كده، خليك مكانك، راح خبشه بايديه كده عضه. الناس قالوا لا نلحق بسرعه، قعدوا يلحقوه ورجعوا الكلب تاني مكانه، رجعوا تاني يتكلموا ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشتموا بقى أكتر، يقول ده متجوز 13 امرأة، يقول ده بياخد الأموال ياخدها لنفسه، يقول إنه بيكذب على ربه، وقعد يشتم في النبي. والكلب بيعمل إيه؟ بيسمع وبيركز وزعلان. زعلان على مين؟ على النبي. لغاية ما حصل الكلب ايه بقى؟ اتخنق واتغاظ قوي من الراجل ده اللي عمال يشتم في النبي، وراح قاطع الحبل وناطط عليه نطة، مسكه من رقبته قطع له زوره وطلع حلقه بره ومات في ساعتها. يستاهل ولا ما يستاهلش؟ يستاهل. ليه بقى يستاهل؟ لأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الكلب بيفهم؟ لا. أمال مين اللي خلاه يهجم على الراجل ويطلع زوره؟ ربنا. لأن ربنا قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم إحنا هندافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طيب الناس اللي قاعدين بقى شافوا الكلب لما عمل إيه؟ لما موت. تقولوا الناس بقى عملوا إيه؟ الناس دول كانوا مسلمين ولا مش مسلمين؟ مسلمين. ما كانوش مسلمين، ده كانوا كفار. طب لما الكلب عمل كده وخنق الراجل وقتله وموته، الناس دول عملوا إيه؟ تعرفوا عملوا إيه بقى؟ لا موت الراجل. لا ما هو الراجل مات، تعرفوا عمل ايه؟
عارفين عمل ايه؟ اقول لكم عمل ايه؟ اسلموا. يبقى اللي طلعوا الفيلم المسيء دول ربنا هيعمل فيهم ايه؟ هيعذبهم ازاي يا بسمله؟ يعمل ايه مثلا؟ يحطهم في النار ويعذبهم. ده في الاخره، انما في الدنيا ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل ايه عبد الرحمن ربنا فيهم؟ ممكن يعمل يموتهم. ازاي؟ يأذيهم. يعني مثلا هم يعني لو مثلا راكبين عربيه ممكن ربنا ايوه تتقلب بيه. ممكن وهم راكبين عربيه كده تروح العربيه نازله في البحر ويغرقوا مثلا، او هم قاعدين في البيت كده يروح الغاز، يروح الغاز مولع والبيت كله ولع بيهم، صح؟ ممكن وهو ماشي كده تروح جاي عربيه دايساه. شوفوا العجيب، يعني ربنا عز وجل حافظ على النبي ودافع عن النبي. ازاي؟ بعت له كلب علشان ينتقم من هذا الرجل الذي كان يسب النبي. احنا المفروض علينا نعمل ايه انا وانت؟ ان احنا جد سعد نعمله مظاهرات لغايه ما يلغوا الفيلم المسيء الرسول ده. ويمنعوه خالص ان هو يتذاع. ايوه بس مظاهرات نحرق فيها العربيات؟ لا مظاهرات سلمية. نخرب فيها السفارات؟ لا مظاهرات سلمية. نحرق فيها الانجيل؟ لا ابدا، ولا نفسد ولا نعمل حاجه.